السلام عليكم شباب، معكم علي اتاكو جيمر. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. مثل ما لكم شايفين ليفلي 832. لو تشوفوا كمان قبل 4 ايام نزلت فيديو اني وصلت لليفل 700، وشوفوا هلا بس بعد 4 ايام كم ليفلي شباب. شوفوا انتوا الفيديو هين، حرفيا الصراحه طرق التلفيل اللي انا بستخدمها جدا اسطوريه، وبتمنى تستمر معنا للموسم القادم. بعرف انه ما في فايده من التلفيل اللي انا عم ليفله حاليا وبدي وصل ليفل 1000، ما هي فعليا ما في فايده، هي بعد ليفل 200 ما تحتاج شيء، ولكن انا بعطيكم الطرق لانه الموسم هذا حيخلص، عرفتوا علي كيف؟ وطبعا في ناس لسه ليفلها 30 و40 و50 و100 وودهم يوصلوا لليفل 200 باسرع وقت. انا حاعطيكم طريقه توصلوا لليفل 200 في اقل من اسبوع. شو بتكون احسن منك حتى لو كان ليفل حسابك واحد؟ اخليك توصل ليفل 200، بس طبعا في اشياء لازم تعملها ولازم تعمل كتير اشياء. حالكم كيف توصلوا ليفل 200 باسبوع واحد؟ ولو انت بتلعب من زمان وهيك حتوصل ليفل 1000 بكل موسم بهي الطرق. شباب اللايك والاشتراك، كود الايتم شوب A19 الله يسعدكم، A19 الله يسعدكم، فنسبة كبيرة ما حاطينه الله يسعدكم. وهيك باتل باس الجاية حيجي بعد فترة، فاتمنى من الكل يحط عشان لما يجي موسم جديد تشتروه بكودي الباتل باس. طيب شباب، انا مثل ما قلت لكم بعطيكم الطرق اللي بيستخدموها كل اللاعبين، بعدين بعطيكم الطرق اللي انا بستخدمها. الطرق اللي بيستخدموها اللاعبين العاديين، يعني مثلا حزمه الليفلات عندكم، مثلا التحديات الاسبوعيه عندكم، مثلا يعني القائمه هاي، وقائمه تطول فيها تحديات يوميه وهالاشياء، يعني كلكم تعرفوها ما في داعي يعني اعطيها وقت كثير. طيب الطريقه الثانيه شباب، طور السباق. انا ما استغربت منه الصراحه شباب، انا هلا عم بلعبه كثير بهالايام، بس ولكن عم يعطي اكس بي كثير شباب. صح انه مكتوب انك اذا لعبت حيعطيك 1000 1000 1000، ولكن يا شباب ال1000 هاي عم تقلب 4000، يعني 4000 4000 4000 4000، يعني تقريبا بتقدر بكل جيم تقريبا تجمع 16000 اكس بي، والجيم مدته دقيقتين تقريبا يعني. فعم جمع اكس بي كثير وانا عم بلعب، ولا نهائي، ركزوا انه هذا الشيء لا نهائي، لانه حيضل يتكررون 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 بشكل لا نهائي. وهذا الشيء الحلو بطور السباق. وغير هيك التحديات اليوميه اللي هون اللي فوق يا شباب مكتوب كمان 15000 15000 15000، ولكن انا عم يجيني اكثر من 15000، عم يجيني 30000 30000 30000. فطور السباق شباب يلفلكم لو بتلعبوه بشكل حلو. طبعا هذا الطور ما فينك تسوي لي اي اف كيفي، هذا الطور لازم تكون متواجد فيه. انا زدت اليوم منه 5 ليفلات تقريبا، 5 ليفلات زدت منه، زدت ليفلين من هون و3 ليفلات تقريبا من هدول اللي تحت 1000 1000 1000. وطبعا يعني مو هذاك اللعب، يعني لدوب لعب ساعتين وزدت شي 3 ليفلات. لو بلعب اكثر بزيد ليفلات لسه اكثر، لانه هذا الشيء ما يوقف، فبتقدر تستخدمه اذا انت بدك تلعب وتلفل بنفس الوقت. طيب انت شخص مالك متواجد ومالك فاضي، في عندك طريقة اسطورية. في عنا طور ليجو فورت نايت، هذا الطور بيعطيك 6 ليفلات تقريبا، فكل اللي عليك بس انك تجي تحدد على الطور، بعدين تحط هيك، بعدين تنشئ عالم مثلا او اي شيء، او تختار عالم اللي عندك وتحط بلاي، وبس اترك البي سي او بلاي ستيشن اتركها، وارجع حتلاقي حالك سايد 6 ليفلات بعد 4 ساعات. ال6 ليفلات عشان تاخذهم يعني تقريبا تكفيكه 4 ساعات. يعني صراحه شباب الليفلات بشكل مو طبيعي، انا زدت ليفلات كثيره بيوم واحد، زدت 32 ليفل يا شباب، انتم متخيلين؟ زدت 32 ليفل، 7 ليفلات منهم كان من حزمه الليفل اب، فمو مشكله بحزمه الليفل اب، اخصموا 7 ليفلات. المهم انه مثل ما كم شايفين يعني الصراحه انا كثير عم لفل بوقت جدا قصير. طيب شباب، انت بدك تلعب كمان طور الاي اف كي الوحيد، في طورين اي اف كي بس مو للكل، هو طور الاي اف كي الوحيد يعني بالنسبه لاغلب اللاعبين هو ليجو. طيب عنا الطور اللي بعده شباب، طور الموسيقى. انا لعبت هذا الطور يا شباب، ولكن لازم تكون متواجد، للاسف هذا الطور لازم تكون متواجد. تدخل على الجيم تحدد الغنيه وتعزف، بس كل جيم بيعطيك 30000 اكس بي. لعبت 10 ايام اعطاني 4 5 ليفلات هيك، صراحه شيء اسطوري. فهذا كل جيم بيعطيك 10000 لا 30000 اكس بي. طبعا الجيم لازم تكمله للاخر، بيكون تختار 4 اغاني وتكمله للاخر، بتاخذ 30000 اكس بي على كل جيم، فصراحه شيء جدا اسطوري. فبنصحكم تجربوها لهالطريقه. طبعا في الى حد يومي، يعني اذا اخذت انت على كل جيم 30000
يعني يمكن تلعب 10 أجيام إلى 15 جيم وبعدين ما بتعطوك XP. طيب يا شباب، أنا كمان بستخدم جلتشات الXP اللي بنزلها بالقناة، فالجلتشات كتير بتعطي XP، ف200 ألف 250 ألف أنا مرة جمعت الصراحة كتير بتعطي الجلتشات الXP XP، فبتاخد منها كمان 3-4 ليفلات باليوم. طيب شباب، أنا آخر طريقة بستخدمها هي Save the World، طور أنقذ العالم. هذا طور أنقذ العالم يا شباب في XP تقريبا بتقدر تحصلها. خلينا أدخل وأوريكم من أماكن XP. طبعا XP بتحصل من Save the World، يا أما تفوت إنك تلعب مهمات عادية، تختار هيك أي خريطة تلعب لحد ما تخلص المهمة، أو مثلا إذا أنت محترف وباني ويفات مثلي، هون في شيء اسمه 30 ويف أو هيك شيء، أنا بانيها ومحترفها فبتقدر تسويها. أو عندك كمان تحديات أسبوعية فيها XP مثل ما كنتم شايفين، 70,000 هون كل أسبوع بتجي. في عندكم كثير XP يعني موجود بطور الزومبي، بتقدر تاخذوه بشكل يومي، حرفيا بيطلع أكثر من 400-500,000 XP يا شباب، فالصراحة شيء جدا أسطوري، وبقدر أحصل منه كمان 6 ليفلات باليوم يا شباب. فالصراحة الطرق اللي أنا بستخدمها جدا أسطورية. والشيء زيادة على المقطع اللي فات هو طور السباق يا شباب. طور السباق أنا اكتشفته يعني الصراحة ما كنت ألعب، أنا أغلبية وقتي كان AFK، ولكن طور السباق كتير عم يعطي ليفل شباب، كتير عم يعطي ليفل. أنا هلا حفوت ألعب جيم واحد بس، ها شوفوا قديش معي، 53,000 XP، فبدي أحاول حل مهمة يومية واحدة تنتين. أنا بقولكم بس خلص الجيم، خلص الجيم وبرجع لكم شوفوا قديش إجاني، على الرغم أنه هون مكتوب 1000 مثل ماكم شايفين بقائمة التحديات، أنه بيعطوكم 1000 على المهمة الواحدة. فيلا بخلص الجيم وبرجع لكم. مثل ماكم شايفين شباب 47,000 مكتوب هون، 47,000 تتذكروا قديش كان؟ تتذكروا ولا ما تتذكروا؟ كان مثل ما كنتم شايفين 53,000، 6,000 XP. وانا شو حليت؟ مهمة واحدة من اصل كل هالمهمات، شايفين؟ مهمة واحدة حليت بس، مهمة واحدة. فهي هي الفكرة ببساطة شباب، يعني انتوا تخيلوا كل مهمة تحلوها 6,000 6,000 6,000 6,000، فبصراحة شيء اسطوري لو تركزوا عليها، تركزوا على المهمات. والمشكله انتم مثلا اذا ما بتعرفوا تلعبوا بالسباق ولقيتوا الرانك صعب، بكل بساطه شباب في شغله اسطوريه، فيكم تختاروا مثلا اي ماب اي شيء، تمام، تحط مثلا ستارت هيك مثل ما لك شايف، وفينك تحطه خاص بدك تدخل لحالك مثل ما كم شايفين. حادخل جربها معكم عشان الصراحه شباب الطريقه جدا اسطوريه بتجيب اكس بي. المشكله انه لا نهائي، انتوا بتعرفوا مستوعبين الموضوع، اكس بي لا نهائي. حاثبت لكم الموضوع عشان ما حدا يقول لي كذب. طيب شباب، في توضيح جدا مهم لطور السباق. هلا انا جربت اني اعملها بالجيم العادي هاي الاشياء، لكن للاسف لا يا شباب، اذا انت بتعمل هاي الاشياء بالاجيام العاديه ما راح يجيك اكس بي الا 1000 مثل ما مكتوب فعلا، ولكن اذا بتلعب رانك راح يجيك اكس بي ادبال مدبله، عرفتوا علي؟ مثل ما كم شايفين. فهي هي الفكره شباب، يعني صراحه كثير بيعطي اكس بي. حجرب العب جيم ثاني زياده التاكيد، انتوا جربوا قولوا لي قديش بيزيدكم تحت بالكومنتات. المهم هيك شباب، لايك اشتراك، اشوفكم بالمقطع الجاي. كود لايت مشوب A19. سلام.